هل هذا اختبار سابق لفوق قوانين؟ عادي يعني القانون الصحيح. هون عندنا سؤال احتمالات، الأغلب ما بيحب الاحتمالات، خلينا نحله. بيحكي لنا suppose that die based the 3 and 1 appear twice often such often each other number but they that the other 4 outcome are equally likely. What the probability that when we roll the die, the number one of the die on the die sorry less than 4. بكل بساطة السؤال دون منها، عندي حجر نرد، تمام؟ حجر نرد، هاي حجر نرد. حجر نرد كم وجه له؟ 6 وجوه. لنفرض هون عندي هدول 6 نقاط، هون هذا الوجه الأول، مثلا في عنا هون وجه بيحتوي على نقطة واحدة، عنا وجه جوا مثلا بيحتوي على 3 نقاط، وجه هون بيحتوي على النقطتين، يعني حجر النرد كامل. بس في شغلة، هذا حجر النرد بيحكي لنا 1 و3 إلهم الحظ إنهم يكونوا توايس، يعني كأنه إلهم وجه آخر للثلاثة، وجه آخر للواحد. فكان هو بالأصل إلى 6 وجوه، لما زدت 3 والواحد كم صاروا؟ 8، صح؟ فبده احتمالية إنه يطلع الرقم لما أرمي هذا حجر النرد اللي صار مكون من 8 وجوه، احتمالية إنه يطلع الرقم أقل من 4. طب من هم الأرقام الأقل من 4؟ احتمالية إنه يطلع 1، احتمالية إنه يطلع 2، احتمالية إنه يطلع 3. هذول هم الأرقام الأقل من 4. طب احتمالية إنه يطلع 1 كم؟ في 1 هون وواحد في الوجه اللي أضفناه جديد لأنه احتماليته متوايس، فبيطلع 2 من أصل 8 وجوه. طب الاثنين ما إلها غير وجه واحد، 1 من أصل 8، 3 إلها وجهين، هي 3 إلها وجهين، وجه هون وجه هون، 2 من أصل 8، اجمعوهم 2 زائد 2 4 زائد 1 5، 5 من أصل 8، وخلصنا. وين الجواب عندكم؟ هي، تمام؟ هاي هي فكرتها. نيجي هون، عندنا 4 أكون فولد باي 4 تايم، بدنا نرميها 4 مرات، وكل مرة رح يطلع وجهها إما تل هيد أو تل. شو احتمالية إنهم يطلعوا لما أرميها 4 مرات يطلع مرتين تل ومرتين هيد؟ إذا توافيق على 2، تمام؟ يلا مضروب 4 على مضروب 2 مضروب 2 كم بطلع؟ شوية بس أفرجيكم إياها. 4 × 3 × 2 في 2 × 2 صح؟ مضروب 2 × 2 ومضروب 2 × 2 لأن 2 في 1، هاي بتروح مع هاي بتصفي معي 6. هلأ 6 هاي 4 تايمز، وكل مرة تايمز إلها وجهين، يعني كأنها 2 قوة كم؟ قوة 4. 2 قوة 4 كم؟ 16. أوكي؟ ماشي الحال، يعني الوجه هون 16، 2 × 6 = 16. اختصروها، بتحبوا تختصروها اختصروها، ما بتحبوا على 4 لا، على 2 فيها ب3، على 2 فيها ب8. اوكي، دائما في هاي الحالة لما تيجي الاحتمالات مع التوافيق دائما بنحط المقام بهالطريقة هاي، اللي هي عدد الاحتمالات اللي رح تطلع معنا. اوكي، رح نرميها 4 مرات ورح يطلع معنا وجهين، الأساس وجهين والرمي 4 مرات، تمام؟ دائما بنحلها بهاي الطريقة. question اللي بعدي، let's assume we have connected indirect and direct graph total h 8، we have vertex 1 vertex of the degree 4 and remaining vector degree 3، what the number of vertex in the graph؟ طب نحلل السؤال قبل. شو تحليل السؤال؟ بيحكي لي في عندي جراف اندايركت، بغض النظر عن عدد الهاي اندايركت، هيك بيحكي لي عدد الفيرتكس فيه 8، واحدة من الفيرت لا عدد الادج فيه 8، واحدة من هالعقد الديجري لها 4، يعني مرتبطة ب4، واحدة من العقد مرتبطة ب4. هلا ضل عندي بقية العقد، بقية العقد الدرجة إلهم 3 بس كم عددهم ما بنعرف، إذا هم 3 بس كم عددهم ما بنعرف. هاد عدد الفيرتكس، الديجري إلهم
هاي فيرتكس واحدة، هيها هون مضروبة بواحد، فيرتكس واحدة عدد أربعة، بينما هدول أنا مش عارف عددهم بس الديجري لهم ثلاثة. تمام، واضح، واضحة الفكرة. فبيسألني سؤال، كم فيرتكس موجودة عندنا بهذا الجراف؟ طيب بما إنه دايركت، دايركت تعال أفرجيكم هون، وهذا أنا منزل شرح، هذا الملخصات أنا منزل شرحهم بالمنصة لأنهم سهلين، هو على فكرة بجيب على شبههم هيهم ومحلولين وأنا مشارحهم كمان. بس بدي أفرجيكم الدايركت. لما نيجي الإيدج بنحكي A B و B A، A C و C B، أوكي. إذا كانوا هدول ثلاثة بكمل إيدج لإلهم مضروب باثنين، فبصيروا كم؟ ستة. تمام، فالثمانية هدول مضروبين باثنين فبصفي 16، بأربعة اللي هي الفيرتكس اللي عارف ديجري تبعها، بثلاثة في إكس، إكس هدول الفيرتكس اللي أنا مش عارف عددهم بس هم الديجري لهم ثلاثة. تمام، 16 ناقص 4 يساوي 3 إكس. 16 ناقص 4 كام؟ 12، ب3 إكس على 3 تقسيم 3، إكس كم بتساوي؟ إكس بتساوي 4. هدول من الأربعة، الأربعة اللي الديجري لهم كم؟ 3. طب وفي عندي واحدة الديجري لها 4، إذا زائد 1 بيطلعوا عندكم 5 فيرتكس. فاهمين علي؟ أنا طلعت الإكس هدول اللي لهم ديجري 3. طب أنا عندي واحدة بعرفها سبقا إنه الديجري لها 4، جمعتهم على 3 وطلع الجواب. حلو حلو، هذا سهل وحالل كثير أمثلة منهم على فكرة زي ما فرجيتكم هون، مشروحين كلهم في سكشن اسمه برزنتيشن شارحهم. آخر شيء، اللهم صل على سيدنا محمد، هون عم بحكي لي ايش عم بحكي الديجري، اند طلعوا لي الجيران وطلعوا لي الديجري لكل عقدة. ايه الديجري لها كم؟ 2، 1 2 صح، بي 1 2، سي 1 2، دي 1 2 كلهم. ايه ماشي الحال. بعديها ايه بده جيرانها، ايه مرتبطة ببي ومرتبطة بسي، بي مرتبطة بأي ومرتبطة بدي، سي مرتبطة بأي ومرتبطة بدي، ايه دي مرتبطة ببي ومرتبطة بمين؟ بسي. خلصنا، شفتم أسهلها؟ يلا ايه كم الديجري إلها؟ 1 2 3 4 5، هيها بي 1 2 3 4 5، دي 1 2 3 4 5، سي 1 2 3، وبما انها indirect هاي بتاخد 2 5 صح؟ يلا جيران، جيران سهلة، يلا A B و D مظبوط، B A و D و C هيهم، C B و D و C يعني هي واحدة منهم يعني مرتبطة فيها، D B و A و C. خلصنا. حلو، عم بحكي لنا write down agency matrix، اوكي agency matrix to graph. طيب سهل، هاي رسموا الماتريكس زي ما علمتكم، حكيت لكم حطوا هون A B C D أسهل لكم، و A B C D، A مرتبطة مع A؟ لا صفر، A مرتبطة مع B؟ A مرتبطة مع B واحد، A مرتبطة مع C؟ واحد، طب A مرتبطة مع D؟ لا صفر، طب B مرتبطة مع دي؟ يلا خلينا، لا خلينا نبدأ هيك. هلا بي مرتبطة مع A، بي مرتبطة مع A واحد، بي مرتبطة مع نفسها؟ لا صفر، شفتوا؟ طب بي مرتبطة مع سي؟ لا صفر، بي مرتبطة مع دي، هاي بي مرتبطة مع دي، بي مرتبطة مع دي واحد، شفتوا كيف تحلوها؟ هاي هلا بدأ نفس الحل. يلا سي، سي مرتبطة مع A؟ مرتبطة، سي مرتبطة مع B؟ لا صفر،
سي مرتبطة مع سي صفر، سي مرتبطة مع دي واحد. عرفتوا كيف الحل؟ يلا دي مرتبطة مع ايه؟ لا. دي مرتبطة مع بي؟ نعم. دي مرتبطة مع سي؟ نعم. دي مرتبطة مع نفسها؟ لا. واضح؟ واضحة الفكرة؟ تمام. شوف هاي، هاي لأنها أرقام أكثر، يعني لأنها أكثر من ارتباط. A B C D A B C D. إيه مرتبطة مع نفسها؟ لا صفر. إيه مرتبطة مع B؟ نشوف، واحد اثنين ثلاثة، مرتبطة 3 مرات ما شاء الله. طيب إيه مرتبطة مع C؟ لا صفر. إيه مرتبطة مع D؟ مرتبطة ارتباطين. أيهم؟ واضح. بي مع ايه مرتبط ارتباط واحد. بي مع ايه، اسف، هي بي مع دي، انا اشرت لكم بي مع ايه، واحد اثنين ثلاثة. بي مع بي ما في، بي مع سي اي كم، واحد. بي مع دي برضو واحد. سي مع ايه مش مرتبطة. سي مع بي واحد. سي مع نفسها تيك واحد. سي مع دي واحد اثنين. وضحت؟ دي مع ايه واحد اثنين، دي مع بي واحد، دي مع سي واحد اثنين، دي مع نفسها صفر. شفتوا ما اسهله؟ يلا write down the translate of the list of the following graph. اوكي، بده معطيكم هذا الجدول واكتبوا له شو هم البيرتكس A B C D A C D. هايهم المرتبطين معهم. A مرتبطة مع مين؟ مع B و C. B مرتبطة مع مين؟ مع A و D. و C مرتبطة مع مين؟ خلينا ننظف عشان تشوفوا. و C مرتبطة مع مين؟ مع A ودي. ودي مرتبطة مع مين؟ مع بي وسي. تمام؟ نشوف هاد بحكي، شوفوا لهاي العبارات من منها true من منها false. بحكي لي there are 10 edge of the graph، هل هذا صح ولا غلط؟ خلينا نعدهم. 10 edge ولا مش 10 edge؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 edge صح. There are 5 vertex، غلط، مبينين 6. 1 2 3 4 مبينين 6. شوف أنا الصح اللي حكيته، مبينين 4. 1 2 3 4 4. The degree of A 6. 6 degree A. هاد نشوف، 1 2 3 4 5. غلط، إذن false. هاي على فكرة محلول حل الدكتور، هذا حل الدكتور مو حلي. The degree of C 4. 1 2 3 5. Okay false. The degree of D 5. 1 2 3 4 5 صح. The neighbor of C is C. جيرانها مين؟ B و D صح. D و B و C نفسها. و C لازم، و C تعرف انه هذا بيشبه هذا السؤال نفس هذا، يعني جايب سؤال بالاختبار الجواب معاكم هون، شايفين؟ يعني انتوا عارفين انه اللي بيحل اللي فوق بيحل اللي هون، هيو نفسه نفسه طلعته، هي نفسه، هذا اختبار سابق، هذا السؤال نفس هذاك السؤال، نفسه نسخ لصق نفسه، يعني اللي بيحل هذا السؤال بيحل الثاني، ف نفس بعض. هيك خلصنا هذا الاختبار.